تقولش كده؟ اه تمام 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 اوكي. هو انا النهارده يعني كنت هتكلم، انا هتكلم عن الالرجيك اي ديزيز ان جنرال وعلاقتها بشغلنا احنا كبيدياتريكس، وازاي ممكن نفيد دكاتره العيون وازاي ممكن نستفيد منهم. الالرجيك اي ديزيز ان جنرال بتمثل فيري كومن، حوالي 40% من بوبيليشن نورث امريكا عندها الالرجيك خمس اي نوع من انواع الالرجيك كونجكتيفايتس. اغلب الناس دي عندها كمان الرجيك راينيتس، لكن في نسبه مش كبيره حوالي 6% بس ممكن يكون معاهم ايزوليتد اوكلر سيمبتومز من غير نيزل سيمبتومز. طب هل الرجيك راينيتس دي الالرجي الوحيده اللي مصاحبه للالرجيك اي ديزيز؟ لا طبعا. اب تو 44% اوف تشيلدرن وذ ازما عندهم سيمبتومز سجستيف اوف الرجيك كونجكتيف. بالحقيقه كل الاتوبيك ديزيز دي بتتدخل مع بعضيها، سواء كونجكتيفايتس، برونكيال ازما، الرجيك راينيتس، فود الرجي، اكزيما او كرونيك ارتكاريا او ايزوفيليك اوسوفيزايتس. كل الحاجات دي بتشترك في نفس الباثوجينيسيس ونفس عن طريق السي هيلث تو سيلز طبعا. وفي نفس الوقت غالبا ما فيش حد معاه حاجه ايزوليتد، دايما بيبقى ممكن واحد يكون معاه اثنين او ثلاثه. كونجكتيفايتس كومن قوي مع الالرجيك رينايتس، لكن ممكن نشوفها برضو زي ما احنا شايفين حسب السيجر ده مع الاذر الرجي. طب ده معناه ان الطفل اللي عنده الرجيك اي ديزيز ممكن يبقى اول مره يجي لحد او يشتكي لحد يكون بيشتكي لدكتور جنرال بيدياتريشن او دكتور اطفال بتاع الرجي. لان غالبا لما يكون في اي مانيفستيشنز دي اغلب الناس بتتند انها سيلف ميديكيت في الاول، يعني بيروح صيدلي يكتب ياخد قطره ويعرفها، يروح لصيدلي يكتب له قطره. مش كتير ممكن يروحوا لدكتور العيون على الاقل في الاول. فممكن يجي لي انا بالاذر مانيفستيشنز اللي عنده بقى، سواء ازمه او الرجيك رينايتس. فيهمنا قوي ان احنا نلقط ان في مشكله في الاي عشان نقدر ان احنا نوجهه لدكتور الرمد عشان يحسن الامور. وفي نفس الوقت احنا لما بنعالج الالرجيز بتاعتنا لقينا ان هو ممكن ساعات في بعض الاحيان او في احيان كتير اعراض الكونجكتيفايتس برضه بتتحسن مع نفس العلاج. طيب فهنا الهيستوري از فيري امبورتنت. انا بتكلم في الهيستوري سواء انا كدكتور جنرال بيدياتريشن او دكتور الرجي او دكتور بيدياتريكس، لازم ابقى عارف ايه الاوكلر سينسز اللي اسال عليها. طبعا مش هتكلم اكيد كلكم اقدر مني بيها، لكن انا يهمني انا ابقى عارف ايه الاوكلر سينسز، ان انا ارول اوت ان يكون في اوكلر بروبلم او في سورت اوف الرجيك اي ديزيز وانا مش قادر القطه. فيفضل اسال شويه اسئله عشان اتاكد من وجوده. لكن بقى الجزء الثاني هو الهيلث هيستوري، ده لازم حتى دكتور العيون يسال عليه، اللي هو الشخص قيله بس بعلامه الرجيك اي ديزيز او فيرنكريتيكونجكتيفايتس او وات ايفر الرجيك اي ديزيز اللي عنده، لازم يسال العيان هل معاه اذر اتوبيز، هل معاه اللي هي اتوبي ازمه الرجيك راينايتس اكزيما او حاجه زي كده. طيب او هل هو متشخص ان عنده الطفل ده عنده اي دي اتش دي؟ طب ايه علاقه الاي دي اتش دي يعني بالالرجيك اي دي دي الالرجيك كونجكتيفايتس؟ طب هي لها علاقه قويه جدا، لان اطفال كتير جدا بتتشخص بالخطا ان عندها اي دي اتش دي. اي دي اتش دي يا جماعه ده اللي هو اتنشن ديفيزيت هايبر اكتيفيتي ديز اوردر، الاطفال اللي بيسموه فرط الحركه او قله التركيز في الاطفال. وكتير قوي في المدرسه يجي يقول له ده ابنك عنده فرط حركه وابنك عنده قله تركيز ومش عارف ايه، في الاخر الولد اللي عنده فرط حركه ولا حاجه، لكن الولد بحكم الايرتابيلتي بسبب السيمتومز الانوينج دي اللي عنده بيبقى دايما مش قادر يركز قوي يتقبل على طول، فبيساء تشخيصه بهذه الطريقه. بالاضافه طبعا لازم نعرف بياخد اي ميديكيشن سواء لاي الرجيك ديزيز او الرجيك كونجكتيفايتس. يهمني جدا في شق تاني انفايرمنتال لازم اسال عليه في الهيستوري، لانه هيفرق معايا بعد كده في المانجمنت. هنتكلم في اخر المانجمنت عن الانفايرمنتال كنترول. يبقى لازم عشان اسال الانفايرمنتال عشان اعرف اعمل جود انفايرمنتال كنترول، اوجه العيان شويه حاجات بسيطه تحسن الانفايرمنت اللي حواليه، لازم اشوف ايه التريجرز بتاعه الاحداث اللي بتحصل له. هل في او دور الرجي معين بيتعبه؟ هل بيتعب في موسم معين ولا بيتعب طول السنه؟ لو بيتعب طول السنه افكر اكتر ان يكون ممكن يكون الالرجين او المشكله دي نتيجه حاجه موجوده جوه البيت. اسال على ظروف البيت، هل في رطوبه زياده؟ هل في سجاجيد معينه؟ هل في بيربي قطه او كلب في البيت؟ هل في رطوبه عاليه في البيت؟ الحاجات دي كلها بتفرق معايا. وفي نفس الوقت لازم اعرف طبعا ايه التريتمنت اللي اخدها، واعرف هل الكواليتي اوف لايف بتاعته متاثره بسبب المانيفستيشن بتاعت الالرجي اللي عنده دي ولا مش متاثره. يعني هل بيغيب من المدرسه، بيغيب من الشغل، مش عارف يروح تمارين ومش عارف يروح يمارس حياته بشكل كويس ولا قادر يمارس حياته بشكل كويس. ان الهدف النهائي من العلاج ان انا احسن الكواليتي اوف لايف. الاكزامينشن بيسايد طبعا الاي اكزامينشن اللي طبعا انتوا عارفينه احسن مني، لازم الدكتور الرمد يبعت الطفل
لدكتور اطفال عشان يشوف كذا حاجه. لازم يشوف النوز ويعمل لها اكزاميشن كويس، يشوف هل في نيزل كونجستشن، هل في راينوريا، هل في علامات لالرجيك راينايتس ولا لا، يشوف الاوروفارينكس والسيرفايكال ليمف نود عشان ممكن يكون معاه فارينايتس وعامله لي سيكندري باكتيريال انفكشن خلافه. هل السكين اكزاميشن مهم عشان اشوف هل في اكزيما او اتوبيك ديرماتايتس ولا ما فيش، بلس لونج ايفالويشن عشان ايفالويت لو في اسوشيتد برونكيال ازمه ولا لا. يبقى من هنا ده اول حاجه لازم دكتور الرمد ياخد هيستوري سريع ويلقط ان في مشكله، وبالتالي يقدر يحول الدكتور يحول الطفل لدكتور الاطفال عشان يعمل ايفالويشن للاذر الرجز اللي موجوده. وفي نفس الوقت دكتور الاطفال لو لقى طفل جاي له باي الرجي لازم يدور برضه على الاي عشان يوجهه الدكتور الرمد. ومن هنا يظهر اهميه الانتر بروفيشنال كولابوريشن اللي لازم يتم بين التخصصات المختلفه. فالاي كير سبيشالست ممكن يحتاج يحول الطفل لبرايمري كير بروفايدر، او يعني هنقول جنرالستين لو هو شايف ان في مالتي سيستم افكشن نوز لونج سكين او ما فيش، او هو محتاج يدي علاج زي كده من شويه محتاج علاج يسال فيه دكتور الاطفال يحتاج دوز او يحتاج علاج معين محتاج فيه دكتور الاطفال. وفي نفس الوقت دكتور الاطفال ممكن يحول الحاله لحد الرجيست لعده اسباب، منها انه يقدر يشوف متاكد من التشخيص هل هو ده الرجي فعلا ولا لا، هل السيمتومز دي ريميند ان كنترولد برغم ان احنا بناخد تريتمنت. فالالرجيست ده ممكن يبتدي يحاول يديتكت الالرجين اللي فيه منه المشكله، او حتى يستارت حاجه زي الاميونوثيرابي اللي هتكلم عليه. طيب هل اغلب الحالات بتاعه الالرجيك ديزيز ان جنرال والالرجيك ايتيز ان جنرال بتحتاج انفستيجيشن؟ لا، هو كلينيكال دايجنوستيك، لكن في بعض الاحيان ممكن احتاج اعرف ايه الالرجين المسؤول عشان اقدر ان انا اسبيسيفاي التريتمنت بتاعي او اقدر اعمل افويدنس لهذا الالرجين. فبالتالي طبعا اول حاجه الهيستوري كافي ان انا اقدر اجيب الالرجين دي. لو مش قادر ممكن نعمل شويه تست عشان اشوف ايه الالرجين اللي ممكن اتجنبه او اعمل له اميونوثيرابي. فبالتالي في كذا تست، في بلاد تست بنشوف الاي جي سبيسيفيك اي جي ليفل للالرجين ده، او ممكن نعمل انتراديرمال سكين تست عشان برضه نشوف ايه الالرجين المسؤول. وفي طبعا ناس هنا في اسكندريه بيعملوا الكلام ده، ولو انه برضه يعني في الحقيقه هو مش ذات براكتيكال، لان اغلب الالرجنز اللي بنلاقيها بتبقى حاجات ان افويدبل مش عارف نتجنبها قوي، الا كان لو حاجه موجوده في البيت نقدر نتجنبها، وهقول ممكن نتجنبها ازاي. طيب اللاينز اوف مانجمنت، في طبعا حاجات خاصه بدكاتره الرمد في المايل والمودريت وحتى في السيفير، في حاجات واكيد دكتوره بابلي هتتكلم فيها المحاضره الجايه. لكن انا كنت عاوز اتكلم على ضمن احنا كبيدياتريشنز لما دكتور الرمد بيحتاجني، هو في اغلب دكاتره الرمد بيحتاجينا وهي سيفير ومش مش مرتاح الطفل على التريتمنت العادي اللي هو متعود انه يديها، او يكون الطفل معاه اذر الرجي فبيحول لي الحاله عشان اعالج الاذر الرجي. لو ان اغلب الاطفال اللي عندهم الرجيك اي ديزيز او الرجيك كونجكتيفايتس، لو انا قدرت اعالج الرجيك رينايتس بشكل كويس غالبا الاي مانيفيستيشنز ممكن تتحسن بشكل كبير جدا. ومن هنا بيأتي دور ان انا ممكن احتاج ادي نيزل استيرويد او اورال انتي هيستامين، ودي حاجات سيمبل وكلنا بنعرف نديها ومفيش منها مشكله خالص وسيف، وممكن تبقى اضافه للطفل بالذات هو لو معاه اذر نيزل مانيفيستيشن كتير. يتبقى كلمه الاميونوثيرابي، ايه الاميونوثيرابي ده؟ وهل هو بيستخدم في علاج فعلا ال جنرال كراتيك كونجكتيفايتس او الالرجيك اي ديزيز؟ الميونوثيرابي ده ما هو الا ان انا بجيب بحمل الاول ديتكشن للسبستنس اللي الطفل ممكن او الشخص ممكن يكون عنده منها الالرجي، وابتدي اعمله زي تشالنج، ادي ازود له ادي له السبستنس دي بالراحه بشكل او باخر، فاعمل داون ريجوليشن للتي هيلث تو سيلز، فيبتدي بعد كده لما يتعرض لهذا الالرجين او لهذه السبستنس ما يحصلوش مشكله وما يحصلوش الالرجيك رياكشن اللي بيحصل. طيب يبقى انا ممكن لو انها بتستخدم في التريتمنت اوف الرجيك رينوكونجكتيفايتس، في نوعين من الاميونوثيرابي، في سيزونال في سيزونز معينه او في طول السنه، ممكن يكون سب لينجوال اميونوثيرابي او سب كوتينيوس اميونوثيرابي. في الحقيقه الاميونوثيرابي في البيدياتريك ايج احنا ما لناش اكسبيرينس دي كبيره قوي ومش سيف قوي فبنستخدموش، لكن في الكبار ممكن يكون ليه دور اكبر. وفي نفس الوقت في اذر فورمز اوف اميونوثيرابي بس مش ابروفد في اغلب الكونتريز زي الانترليفاتيك واللوكال كونجكتيفال اميونوثيرابي. طيب نيجي بقى للدراج او دواء ممكن او دراج ممكن يتاخد جاب في سبكوتينيوس اللي هو الزولار اللي هو الانتي اي جي او الاومانجيمات.
الومانزيماب ده بنستخدمه مينلي في علاج السيفير ازمه او السيفير ارتكاليا. لكن لقوا انه في بعض الاستاديز لما لقوا بيحسن جدا الاريرجيك كونجكتيفايتس لما قارنوه بالبلاسيبو، وحصل ريدكشن جامد جدا سواء النيزل والاوكلر سيمتوم لما الدراسه اتعملت من 12 بعد 12 اسبوع وبعد 16 اسبوع. لكن هو ما استخدمش اوتسايد الليزل، يعني هو كانوا بيستخدموه في الالرجيك كونجكتيفايتس مع الالرجيك رينايتس، ما جربوش عملوا استدي على الالرجيك كونجكتيفايتس بس. وفي نفس الوقت هو في الحقيقه مش ابروفد لعلاج الالرجيك اي ديزيز لوحده، لكن هو ممكن يكون بروسبكتيف في علاج السيفير فورمز اوف الالرجيك اي ديزيز بالذات لو معاها اذر الرجي. طيب ناس تسال على اللوكوتراين ريسبتور انتاجونست اللي هو السنجولار، هل السنجولار ليه دور في علاج الالرجيك كونجكتيفايتس او الفيرنال كيريتو كونجكتيفايتس؟ الحقيقه لو ان اللوكوتراين ريسبتور انتاجونست هو السنجولار مفيش فرق بينه خالص وبين البلاسيبو، بالعكس الانتي هيستامينكس اللي هي ارخص كتير وسايد افكتس بتاعتها اقل كمان ممكن تكون سوبيريور عليه في علاج الالرجيك مانيفيستيشن، فبالتالي ملوش دور قوي غير لو معايا كونكوميتنت ازمه، فساعتها ممكن يحسن لي الازمه فيساهم بشكل او باخر في موضوع الكونجكتيفايتس، لكن لوحده الكونجكتيفايتس ملوش اي معنى لقوه زي البلاسيبو. اخيرا حاجه بسيطه كده كلمتين صغيرين على الانفيرومنتال كنترول، انا حتى كدكتور جنرال او كدكتور عيون ممكن بشويه نصايح بسيطه للشخص احسن الانفيرومنت حواليه فيقدر ان هو يحسن من كتير من الفيزيز اللي بتحصل له. طبعا الالرجيز نوعين، او دور الالرجيز ودي ممكن اكتر سيزنال مش طول السنه زي البولن والاوتدور مولد، ودي هنقللها عن طريق انه يسيب بقى الشبابيك لا يستخدم سكرين فلترز، بيشغل التكييف في العائله يعني لو يقدر يتجنب الحاجات دي، لكن غالبا الاوتدور الالرجيز تامره لس ان افويدبل. طيب لكن الاندور عندنا في البيدياتريكس اهم من الاوتدور. ليه الاندور اهم من الاوتدور؟ هي في الحقيقه اهم لان الاطفال بيقضوا حوالي 90% من وقتهم ودينا في حظر كمان يعني كده اكتر من كده في البيت سواء في المدرسه او جوه البيت. فايه اشهر اندور الرجز ممكن الطفل يتعرض لها او اي شخص يتعرض لها؟ الكوكروتشز، الهاوس داست مايت، البات، والمولز او الفانجاي. الكوكروتش الرجن باسئله بسيطه، هل بتشوفوا صراصير او دروبس او الاثار الصراصير موجوده في البيت او لا؟ وشويه نصايح بسيطه ممكن يقللوا هذه الصراصير، وهي باختصار النظافه، يغطوا سلاتق الزباله كويس، الاكل ما يترمش ويتساب في اماكن مش مكشوف، الاكل يتحط في كونتينرز مقفوله، يقفلوا التشققات والحاجات اللي في الحيطان وفي الاراضي اللي ممكن يخش منها الحشرات دي. في نفس الوقت لو عايز استخدم حاجه يعني اموتهم بيها استخدم البيت او المعجون والكلام ده، ما استخدمش السبريز لانها طبعا ممكن تاذي تزود الالرجيك مانيفيستيشنز بتاعها. الداست مايت الرجين وده من الحاجات المشهوره جدا، يمكن في الالرجيك رينايتس سوري في الالرجيك كونجكتيفايتس اقل شويه كاثر، لكن هو من الحاجات اللي موجوده برده ومذكوره، لكن اكثر في الازمه وكده اللي هي حشره الفراش، ودي بتعيش في الفراش وفي حوالينا فبنسميها احنا سليبنج ويز ذا انمي، الطفل قاعد ومعاه الانمي بتاعه في السرير. طيب ممكن امنعها ازاي؟ هي بتحب الرطوبه، بتحب الحر، فبالتالي ممكن اتجنبها بحاجات بسيطه، اهمها ان انا اعمل فاكيوم كليننج باستمرار، اغير التجاجيد وكده، الستاف ويز ما اجيبهاش او هستخدم ستاف ويز، يبقى ستاف ويز ممكن اغسلها في الغساله كل فتره، ممكن اغير البادنجز واغسلها واعرضها للشمس كل اسبوع، واخيرا ان انا ممكن بيبقى في ماترس مخصوص بيبقى في كفرز كده بتغطي الفرش بتاع السرير وكده بحيث ما يجيش عليه ما يلزقش فيه التراب وبالتالي ما يلزقش فيه الحشره بتاعه الفراش. الطحالب والفنجاي والكلام زي ما احنا شايفين دي بتزيد مع الرطوبه، فبالتالي لو انا اتجنب الرطوبه عن طريق ان انا اي ليك للميه يتصلح بسرعه، ما اسيبش حاجات مبلوله فوط وحاجات في الحمامات وكده لفترات طويله، استخدم شفاطات بشكل مستمر، انظف على طول الاسطح بالميه والصابون ونشفها كويس، كل ده هيقلل المود والفنجاي وهيقلل الالرجيك مانيفيستيشنز بشكل كبير. الانيمال الالرجين سواء فاتس او نون فاتس، كاتس ودوجز او حتى رادن زي الفيران او كده. طيب ازاي موضوع الفات؟ اسيب الفات لو اقدر، لو انا لاقط مشاكل مع الفات ده امشيه من البيت، لو مش عارف امشيه من البيت يبقى بره البيت، لو لازم يبقى جوه البيت يبقى على الاقل ما يبقاش في اوض النوم.
انضف على طول بفاكيوم كليننج عشان ازيل الاثار بتاع الشعر وخلافه من الارض وكده، وفي نفس الوقت ما اخليهمش يقعدوا على الاساسات وخلافه. حاجات بسيطه ممكن تنشا الالرجي مانيفيستيشن سواء كانت اي او نوز او تشست او اي حاجه. شكرا. الله ينور دكتور محمد، يعني شاكرين جدا المحاضرة دي. بس حضرتك اتكلمت شوية عن نقطتين، سمعني دكتور محمد؟ سمعها مع حضرتك بس هرجع برجع تمام. انا كده جيت طيب. اصل الواحد في الكمبيوتر ده ما بيبقاش شايف، مش شايفين بعض كويس. انا اصلي مش طلعت تمام كده، صدقت علي مع حضرتك. عموما حكايه الداست مايتس وال الفاكيوم كلينر والبيدز يعني هل الكلام ده في الكونجنكتيفايتس يعني هاب بيج رول يعني، ولا ده في الازمه اكتر، برونك الازمه والحاجات دي؟ في الاتوبيك ديزيزز ان جنرال يعني سواء اي اتوبيك ديز اوردر كلهم في اكيد يعني في اليمنت طبعا بتختلف بقى حسب نوع الالرجي اللي موجود. طبعا هنتكلم اكتر في الازمة والالرجيك رينايتس، لكن الكونجكتيفايتس برضو اكيد في برضو بتقلل بشكل ومكتوب الانفيرمنتال كنترول في نهايه الكونجكتيفايتس، لكن اكيد ما اعتقد هاوس سايت بالذات مش دوكيومنتد قوي في الالرجيك كونجكتيفايتس، لكن الكوكروتش موجود والفانجاي والمود والحاجات دي موجوده مذكوره يعني. طيب وال يعني الاميونوموديولاتري تريتمنت ده، كان ام فيري انترستد في الموضوع ده لان عندنا حالات فيري سيفير قلنا الكراتو كونجنكتيفايتس. مش عارف مع دكتور فعلا هو احنا بنستخدمه في السي في، هو اول حاجه ابروف من 12 سنه يعني ممكن يستخدم موجود في مصر عادي وبيتاخد من سن 12 سنه. واحنا بنديه في حالات كبيره قد ما عرفت على اتفضل الادويه اللي ممكن ناخد يعني ممكن نديها للطفل اللي موجوده يعني الافيلبل. بص على دلوقتي الادويه السيستميك يعني في حاجات السيمبل زي الانتي هيستامينكس دي الدور بتاعها طبعا معروف جدا، ممكن نستفيد بالنيزل ستيرويد كاضافه اد اون، لقوا ان الالرجيك رينايتس بتتحسن مع النيزل ستيرويد. لكن كايميون موديليتورز هم في حاجتين، اللوكوتيل ريسبتور انتاجونست اللي هو المونت لوكاس بس ده لقوا انه ملوش دور بصراحه في الالرجيك رينايتس. اللي لقوا له دور في الالرجيك رينايتس الزولير بس كله اندر ستاديز، لكن كله اتاخد لوحده محدش جرب، ممكن بقى نجرب نشوف هيبقى في افكت ولا، لكن محدش جرب يديه بره السكوب بتاع الالرجيك رينايتس مع الالرجيك كونجكتيفايتس. الالرجيك كونجكتيفايتس بس ما اتعملش عليه. حضرتك انا ليا سؤال بس للدكتور محمد ابو جبل. دكتور محمد معلش ممكن حضرتك تهايلايت اكتر شويه عن موضوع الزولير ده، لان هو ات سيمز انترستنج فور مي. حضرتك قلت ان هو بيبقى في الاطفال الاكثر من 12 سنه خاصه لو اسوشيتد معاهم other atopic manifestations يعني rhinitis او ازمه او كده. في خبره حضرتك مثلا في عينين الراينايتس مدى الاستفاده منه بتبقى ايه؟ هل بيفرق فعلا عن البيشنتس اللي ماشيين مثلا على نيزل ستيرويدز بس او انتي هيستامينز بس؟ لان انا دايما بلاحظ ان في some sort of positive correlation ما بين الconjunctivitis والrhinitis، فلان ما فيش داتا كفايه عن الconjunctivitis في الليترتشر فانا بعتمد على الrhinitis لان حضرتك يمكن بتشوفها اكتر. هو بس دكتور علاء هنحتاج انتوا انميوت دكتور ابو جبل بعد اذن حضرتك. تمام كده؟ تمام. اوكي بص الزولير والانتي اي جي اي ده هو ليه شويه استخدام. اول حاجه هو بيستخدم فوق 12 سنه ومش بيستخدم كده هازارد، لازم بنشوف الاول الاي جي اي ليفل. لو الاي جي اي ليفل في ليفل معين يعني لو هو واطي ملوش لازمه لان كده كده هو اصلا انتي اي جي اي، فلو هو الاي جي اي مش عالي وهو المتوقع انه يبقى عالي في اغلب الاطباء، لكن لو مش عالي قوي مش هيستفيد بيه، ولو عالي رقم فظيع برضه مش هيستفيد بيه، فلازم في الاي جي اي يكون في ليفل معين وساعتها ممكن ندي الزولير ده اكوردنج لليفل واي جي اي بريجمنت معين، وهو بيتاخد اصلا سبكتينيس يعني ده مش حاجه اورا بيتاخد انجكشن يعني. في الاخر الاستخدام الرئيسي للزولير حاجتين، هو ده الابروف فيهم لانه كوستي شويه
السيفير أزمة يعني اللي هو الناس وصلوا لجرعات عالية up to systemic steroids ومش مضطرين dependent على systemic steroids مش عارفين يوقفوا للsystemic steroids وبيضطروا ياخدوها بشكل متكرر فبيستفيد بالزهر provide ال IgE عالي أو السيفير ارتكاريا يعني في ناس عندها ارتكاريا فظيعة جدا يعني بتوع الجلدية بقى ممكن يتكلمون أكتر في الموضوع ده بيستخدموا الزهر في الأرجيك رينايتس الأنتي IgE مش من ضمن الحاجات اللي بتستخدم قوي في الأرجيك رينايتس الأرجيك رينايتس نادرا ما بيحتاجوا سيستميك ستيرويدز تو بي كنترول لكن ممكن نزود الدوز بتاعت الانتريزال ستيرويدز فبالتالي هي ملوش استخدام كبير قوي في الأرجيك رينايتس إلا في حالات نادرة جدا وبرضه في الأرجيك كونجكتيفايتس حتى الأنكا ايزوليتد ملوش استخدام لكن هي كاستدي لقوا انه فعلا بيحسن الامور فممكن يستخدم في السيفير الارجيك رينايتس لكن هل بقى في الارجيك كونجكتيفايتس لو الفيرنا كانت كونجكتيفايتس سيفير هل هيكون له دور ولا لا اعتقد ممكن لو عملنا ايه عالي وجربنا سيستميك تريت اب تو سيستميك ستيرويدز مثلا اضطر ياخده عشان يبقى كنترول ده وكده فاعتقد انه ممكن يستفيد بيه فاعتقد ده ممكن تبقى مجال للستادي او حاجه يعني لو رساله مشتركه حتى ما بيننا وبينكم او رساله عندكم اعتقد هتبقى مفيده لان ما اتعملش عليه ستادز كتير في الفينر كريتوكونجكتيفايتس ايزوليتد على الاقل كجزء من الارجيك رينايتس بس تمام شكرا فكره هايله